سلام الفتيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي تلقاكم بصحة جيدة. البنات، هذا النهار نهار كبير البنات، نهار الحمام. تقدر تجيكم هذه القضية غريبة، ولكن هنا انت نكونوا في البلاد اللي مغير بلادنا، راه المشي للحمام راه عندنا نهار كبير ونهار ديال الفرحة البنات ونهار اللي تنتسناو بفارغ الصبر، لان ماشي سهل باش تمشي دابا للحمام، خاص تاخدي الرونديفو داكشي. لذلك البنات خليكم معايا، غادي ندوز البنات نجمعوا احنا انا وياكم داكشي اللي خاصنا الحمام، الكيس والذي لا يعلى عليه، ضروري من الكيس البنات. واللي قال الكيس شنو تيقول مع الكيس؟ الصابون البلدي ضروري البنات. انا عندي صابون البلدي شاريه بالكيلو، وتنديرو في هاد الطويسه تنديه معايا، تيجيني ساهل. من بعد البنات غنمشي انا وبنتي، دونك غادي ندي الشامبوان ليا والشامبوان ليها. انا الشعر هي شعرها يعني كيرلي بوك اللي خاصها الشامبوان خاص بها. البنات هذا صابون المناطق الحساسه. عندنا البنات هاد اللعيبه هادي البنات ديروها من تتساليو الغسيل تترشوها على الجسم ديالكم. بصراحه انا ما استعملتهاش، جيل دوش خلاص كالعاده. هذا البنات غسل الوجه غزال غزال البنات بزاف بزاف. لا بغيتو معلومات عليه قولوها لي، نخليها لكم في لتحت. هذا البنات ديال الشعر من نفس الماركه. هذو البنات مواد تقريبا كلهم طبيعيين، وتكتبوا لك فين تصوبوا الى اخره، راكم عارفين. هذا البنات واحد الخادي خلاص، واحد الخلطه زوينه انا نوريها لكم، شريتها كلها طبيعيه بحال شكل بحال الحنه تديرها الشعر، وكيما فاش اللون في مكونات ديالها، في داك الامله فيها، المهم بزاف المكونات اللي بغيتو تعرفوا ديروا ستوب وشوفوهم. الا كنتو مهتمين نقدر نوريكم السيت من شريتها، زوينه بزاف البنات. تنديرها عرفتيش، انا شعري من تنديرها شعري تيخرج رائع، اكثر يجلد هذا الشعر، ما تبقاش فيها ريحه حس القشره. المشطه ضروري، هادو شي حاجه اللي معروفه. الماء الورده البنات ما تنستغناش عليه، من تنخرج من الحمام تندهن به الوجه ديالي بالقطن، رائع. هذا البنات داك الماسك اللي كنت وريتكم داك المره للشعر تنديرو اكثريه لبنتي، الطين احمر باش نديرو بها لي ماسك ونتهلاو في راسنا. الغاسول وكي ديال الحمام اللي تيقول الحمام تيقول الغاسول البنات. هذا البنات زيت ديال السيلوليت تنستعملو للجسم ديالي من تنخرج، باش داك باش ما تبقايش الحم ديالك ناشف. هذا البنات واحد هذه بحال الشبه ديال بحال شبه بالالوفيرا، تديريها في الابط ديالك، غزال البنات طبيعيه. العرق تتفزقيها وتديريها فقط، فيها ما فيها لا ريحه لا والو، غزال البنات زوينه زوينه بزاف، ما تتسدش المسام وانما فنه فنه. هذا البنات الماسك ديال القهوه اللي كنت درتو داك المره، عاوتاني اللي كنت وريتكم حتى هذا، غزال البنات واكثر في الحمام، شعل فيا العافيه من درتو حسيت به خدام، فهمتي خدام. هذا البنات طاسه خاويه تنخلط فيها انا التل الاحمر، تنخلط فيها الغاسول. هذا البنات واحد الماسك، ماشي ماسك بحال كريمه تديريها ملي تخرج من الحمام، تنديرها باش يرطب لي الوجه وصافي، ماشي شي حاجه. البنات خلاص ضروري خاصنا لي الكيس الحكان والكيس ديال الصابونه ضروري، دونك تندي جويجات وحده ليا وحده لبنتي كذلك. والحكان ديال الحكاكه ديال الرجلين حتى هي تتنفع تتنفع، وما عادش مع السخونيه ما نعاودلكمش هاد الحكاكه ديال الرجلين، حكاكه ديال الضفيرات وداك الشيء. البنات دابا ندوزو نجمعو حويجاتنا، دونك الفوطه وبنت عم الفوطه، الحوايج باش غتخرجي، الملابس الداخليه خلاص دوك راني درتهم ديجا مجمعاهم باش بلا ما نوريوهم، دي باردور، الفوطه ديال الشعر، الفوطه ديال حياتي ضروريه من الحمام هذاك بالنسبه لي انا هو السند الحمام، وداك الفوطه ديال الشعر. هذا كيس مع ديت جويجات، وحده ليا وحده لبنتي. شنو اخر؟ هذا البنات الحمام هنا ضروري، ما يمكنكيش تدخلي عريانه او غير الملابس الداخليه، تديري هذا بحال كاشمايو بحال او شال كبير تو سامبلومون، ديريه تتغطي بها هكا الا بغيتي تتحركي في الحمام وداك الشيء. مزيانه الصراحه، فكره من داك الشيء، فكره زوينه بزاف، انا عجبتني بدا. وصندلة ميكا ضروري البنات، سينو تعطيوها لكم تماك. هذا البنات لاكين اللي تندير حاليا على حسب ظهري، زوينه بزاف الصراحه، نفعتني في وسط في الحماله امور الحماله البنات. صلاه وسلامه، حنا قربنا نوصلوا، الله عرفتي شنو نشوف تنشوف داك التصويره يا حمام الرياض تنفرح. المهم البنات حنا غنمشيو غندخلوا البنات، غنضربوا واحد التحميمه. خديت البنات الدخله وخديت حكان معاه قوماج، تبارك الله عليهم داك السيده غزاله، واستقبال عندهم زوين وكل شيء منظم، الله يعمرها سلعه.
ومن خرجت البنات خديت انا وبنتي الحريره. ايوا نعم الحريره البنات عندهم غزال والله الا زعما بحال مصوبه على اليد على يديك زعما ماشي شي حريره هكاك قاصحه ولا شي حاجه نوف زعما زوينه غينا ديال والبنات ديكوراسيون زوينه الديكوراسيون ديالهم زوينه تدخلي تحسي براسك في عالم اخر تسمعي غير عربيه تتشمي ريحه العود تتشمي ريحه ديال التبخيره زوينه عرفتي زعما زعما الامبيونس واعره زوينه تدخلي تحسي براسك مرتاحه. البنات من بعد مشيت للاير فرانس باش نشوف باش ناخذ المعلومات على قبل داك داك الطياره اللي قلت لكم. البنات صراحه زعما بكل اسف هما ولا غام النهار والليل لا علاقه. وهذيك اللي كانت لي السيده اللي زعما اللي عطاتنا معلومات مغربيه غزاله فنه داكشي من الدوم والثمن بعدا 200 اورو رخص من الطياره الاخرى و تيعطيوك جميع المعلومات واللي ما عارفينش يقول لك خاصك تمشي للبلاصه الفلانيه او السيت الفلاني ويعطيوها لك. الله غزالين غزالين لا يعلى عليهم. البنات من بعد زنا خدينا هاد بوكي بول هذا فيه غير الخضار والفواكه ولي كلاص. بنات نشكركم على المشاهده ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.